بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهاردة مسألة جميلة جدا. المسألة بتقول انك انت عندك مجموعة ارقام عاوزك تعمل انفرتنج ليهم، بس الانفرتنج هيحصل على يعني رولز معينة. يا عم ما ايه، ما توضح لنا ايه اكتر، هقول لك. تمام، انا هاخد اول انبوت، تمام، واحطه هنا ونبدا نشرح. بيقول لك الانفرتنج في المساله ديت، اسف، الانفرت، تمام، يعني تطرح من رقم تعمل 9 ناقص الرقم اللي انت هتعمله انفرت. حلو، تمام. نيجي كده، عاوز تعمل ده انفرتنج، هتعمل له ايه؟ 9 ناقص 2 هتقول 7. طب هنا 9 ناقص 7 هتقول له ايه؟ 2. لو رحت في المساله هتلاقيها 2 2 وهنا 7 2، اذا الحل الصح 2 2. تعالوا نشوف كده هو ليه طلع 2 2. قال لك اول رولز لازم تاخد بالك منها انك انت لما تعمل انفرتنج، اول حاجه لو انت طرحت من التسعة، يعني التسعة ناقص كام؟ ناقص اتنين، طلعت كام؟ طلعت اهو 9 ناقص 2، طلعت كام؟ طلعت 7. لو السبعة ديت أكبر من الرقم اللي أنت عملت له انفرت، لا ما تاخدهاش وسيبه زي ما هو. حلو، إذا أنت بتعمل الرقم انفرتنج. انفرتنج إزاي؟ بتطرح 9 ناقص الرقم اللي أنت عاوز تعمله انفرتنج، تمام. الرقم اللي طلع اللي هو الناتج، لو طلع اكبر من الرقم اللي انت بتعمله انفرتنج، اذا مش هتنفع اعمل انفرتنج، بحسبها زي ما هي. فعشان كده الاثنين فضل زي الايه؟ زي الاثنين. تمام، نيجي للسبعه اهو، 9 ناقص 7 اديني كام؟ اديني 2. هل الاثنين اكبر من الرقم اللي عملته انفرتنج؟ لا طبعا، فانا هاخد السبعه مظبوط، هاخد ايه؟ قصدي هاخد الاثنين اهو، لان الاثنين مش اكبر من السبعه، هاخد الاثنين فحطيت الاثنين، فعشان كده طلع 22. دي ايه؟ دي اول رولز تاخد بالك منها. حلو، في رولز اخيره تاخد بالك منها. لو انت عندك رقم وليكن زي مثلا ايه، 0 2 7، تمام، 0 ايه، او لا مش 0، اسف، خليها 9 2 7. بيقول لك لو انت ما ينفعش اول رقم تكتبه يكون صفر، يعني في حاله التسعه في اول ديجيت 9، انا عاوز اعمل انفرت التسعه، فهقول له 9 ناقص الرقم اللي عاوز اعمله انفرت اللي هو كام، اللي هو التسعه. 9 ناقص 9 0، صح؟ تمام، نكمل. هنا 9 ناقص 2 7، وقلنا السبعة اكبر من 2 فما ينفعش، فهخلي 2 زي ما هي. طب والسبعه، 9 ناقص 7 2، ال 2 مش اكبر من 7، هاخد ال 2. مش ده الناتج؟ ايوه، لا الناتج بقى المفروض يطلع كده 9 2 2. ليه؟ لان في رولز بتقول لك ان اول رقم ما ينفعش يكون تحطه بزيرو، ودي الحاله الوحيده اللي هتطلع بزيرو ان التسعه، عشان 9 ناقص 9 بزيرو. اذا لو 9 مش هتحطها بزيرو، مش هتعملها انفرتنج برضه، امال ايه؟ هخليها زي ما هي 9. دي المساله. دي ايه؟ دي المساله. خلينا نعمل فايل نيو سورس فايل، ونعمل بس ملف المساله ونبدا نشتغل عليه اهو. في عندنا مشكلة، خلينا نعمل كلوز، نعمل فايل نيو سورس فايل اهو. هل عندنا مسألة اتش قبل كده؟ ما اعتقدش. تمام، هو في كلمة، في كلمة ايه؟ في كلمة، خلينا نعمل دي كده، تمام، سيف، تمام. خلينا نروح ناخد دول من هناك، هنا اهو، وناخد الانت مين، مفيش مشكلة. نبدأ نشتغل. أول حاجة أنا هستقبل العناصر بتاعتي، هستقبل إيه؟ هستقبل العناصر بتاعتي في array، عاوز كل واحد يتخزن في إيه؟ عاوز كل واحد يتخزن في، اكنه يتخزن في ديجيت لوحده،
خلاص هنستقبل ده ال 27 في سترينج، والسترينج كده كده اقدر اجيب فيه منه اي اندكس. يعني بمعنى هقول له سترينج فاليو، او خليها ايه سترينج نم وسي ان نم. انت عارف ان السترينج عباره عن الف وتشار، يعني دخلت لك هنا مثلا هنا اهو قلت لك مثلا 2 7، لو عاوز انت بقى تجيب ايه، لو انت عاوز تجيب رقم 2 بس هتقول له ايه اندكس 0 وده اندكس 1، اذا ده اندكس 0 ده اندكس ايه اندكس 1. حلو، هتقول له نم اوف 0 هيجيب لك الاثنين، نم اوف 1 هيجيب لك السبعه. حلو حلو كده استقبلت ايه، استقبلت العناصر بتاعتي. حلو هنبدا نعمل ايه، هنبدا بكل بساطه هنعمل فول لوب، هنلف على ايه على العناصر كلها. انت اي ايكوال 0 والاي اقل من النم دي سترينج، فعندنا فانكشن اسمها سايز بتجيب لك السايز بتاعها، واي بلس بلس. في الحاله ديت انت عندك الاري ديت، قصدي السترينج ديت السايز بتاعها كام؟ 2، فهمشي 0 و1، لكن الاثنين مش معايا لان انا اقل من الاثنين. الحاجات دي كلها المفروض انت عارفها. حلو هقول له ايه؟ هقول له اف. اول حاله عندي خلينا في حاله التسعه، هقول له والله لو الاي ايكوال ايكوال 0 اند اند النم اوف الاي ايكوال ايكوال 9 هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ خلينا نعمل فوق اري، اري اوف تشار مفيش اي مشكله، خليها تشار تشار ريزلت تمام. وفي كام؟ خلينا نروح في المساله نشوف احنا اخرنا كام. فيرست لاين اخره ايه؟ 10 اس 18، 10 اس ايه؟ 10 اس 18. حلو، فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل اري اخرها 10 اس كام؟ 10 اس 18 تمام؟ تمام. خلينا ممكن نعمل هنا بعد ما جبنا النم نقول له هنا ايه؟ نعمل متغير اسمه long long size، بتخلي ده ايكوال ايه؟ ايكوال num dot size، لانها ايه؟ لانها string. ناخد ديت نخليها بعد السي ان بعد ما يستقبلها، فبعد ما يستقبلها هيجيب السايز بتاعها اللي هو 2 واحط السايز هنا. في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة، أظن مفيش أي مشاكل خالص. تمام، نرجع لحالتنا. لو أنت لو قلت له الأي إيكوال إيكوال 0 معناها إن أنا واقف إيه؟ واقف على أول إندكس. ولو النم بيساوي 9 كده أنا بقول له إيه؟ بقول له لو أنت واقف على أول إندكس والرقم ده مثلا بيساوي 9 فكده مش هعرف إيه؟ ما ينفعش أعمل إنفرتنج، لأن إحنا قلنا 9 ناقص 9 ب 0 فمش هينفع. فأنا هقول له ريزلت اوف اوف كام؟ اوف الاي ايكوال كام؟ ايكوال هيكون نفس الرقم اللي هي نم اوف الاي. كده الريزلت بتاعتي المفروض تكون عندي، انا معايا ايه؟ ده الانبوت بتاعي. خلينا نعمل انبوت 9 2 7 اهو، اذا اندكس 0 1 2 والسايز هنا هيكون كام؟ هيكون 3. فانا همشي هنا 0 1 2 تمام. في اول اندكس اللي هو 0 قلت له لو انت في اول اندكس والنم بيساوي 9، فعلا انا في اول اندكس والنم بيساوي 9، اذا مش هعمل انفرتنج. ليه؟ لان هيطلع لي صفر وما ينفعش. فخليت الريزلت بتاعتي اللي هي اول عنصر في الري حط او في اول عنصر ايه؟ حط في اول عنصر رقم 9 زي ما هو، مش هعمل انفرتنج اهو. تمام، نيجي نقول له إلس إلس اف قصدي اهو. نيجي لتاني حاله اللي هي ايه؟ والله لو الايه؟ لو النم اوف الاي اكبر من او تساوي، اكبر من او تساوي ايه بقى؟ اكبر من او تساوي الخمسه. وركز معايا اشمعنى الخمسه؟ بص معايا، انت هنا عندك الاثنين والسبعه تمام؟ تمام؟ انت بتطرح من كام؟ من التسعه تمام؟ طول ما الرقم اللي انت عاوز تعمله انفرتنج، هنمسح دول، طول ما الرقم اللي انت عاوز تعمله انفرتنج اصغر من الخمسه، اذا طرحه من التسعه
هيكون اكبر منه، يعني 9 ناقص 2 هيديك كام؟ هيديك 7. 9 ناقص 3 هيديك كام؟ 6. 9 ناقص 4 هيديك كام؟ هيديك 5. اذا شايف 2 و3 و4 ادوك 7 و6 و5، اكبر من ايه؟ اكبر من 2. اذا ده كله سواء دي 2 او 3 او 4 هيطلع لك رقم اكبر من الاثنين، شايف؟ تمام. لو خليها دي 3، يعني بص في حاله الاثنين اهو عشان برضو ما تلخبطش، في حاله الاثنين طرحت 9 ناقص 2 ده 7. تمام، لو دي اعتبرها 3 اهو، هناخد دي كمان اهي، نقول نعتبر دي 3، ف 9 ناقص 3 هيديك كام؟ هيديني 6، برضو ما تنفعش. طب لو اعتبرنا اللي في النص 4، فهقول له 9 ناقص 4 هيديني كام؟ هيديني 5. عشان كده احنا قلنا لازم النم وفي الاي تكون اكبر من او تساوي 5. ليه لازم تكون اكبر من او تساوي 5؟ لان لو ديت الرقم ده اهو سواء كان ايه، او هنعمل حالتين، سواء كان 5 او 6، تعال كده نطرح اهو مره للخمسه، مره للايه؟ للخمسه، ومره للايه؟ للسته. ف9 ناقص 5 هيديني كام؟ 4. فالاربعه مش اكبر من الايه؟ من الخمسه. طب بالنسبه للسته، 9 ناقص 6 3، فالثلاثه مش اكبر من ايه؟ مش اكبر من السته، فدول نفعهم. لكن قبل كده ما نفعش، دول هقدر اعمل فيهم انفرتنج، لكن دول مش هقدر اعمل فيهم انفرتنج. تمام، اذا عشان اعمل انفرتنج لازم الرقم اللي بتشك عليه يكون اكبر من او يساوي الخمسه. حلو حلو، فانا هاجي نقول له ايه؟ النم اوف الاي لو اكبر من او يساوي الخمسه كده هعمل انفرتنج، هخلي الريزلت اوف الاي ايكوال ايه بقى؟ ايكوال 9 ناقص النم اوف الاي، لان انا متاكد ان الرقم اللي هيطلع مش هيكون اكبر منه زي ما اتفقنا. تمام، الس بقى اللي هي الحاله الاخيره، انك انت مش هتعرف تعمل انفرتنج اصلا، اللي هي الحاله انهي؟ اللي هي الحاله ديت. ما احنا عملنا الحاله ان الرقم اكبر من او يساوي الخمسه، فاكيد هيطلع رقم اصغر من الرقم اللي بتعمله انفرتنج. اذا هنا طرحت. طب الحاله دي بقى اخر حاله اللي هي بقى ايه؟ بيقول لك لو انت الارقام عندك لو طرحتها من 9 هيطلع لك ارقام اكبر من الرقم اللي انت عاوز تعمل منه انفرتنج. خلاص كده مش هقدر اعمل انفرتنج، هعمل ايه؟ هخلي زي ما هو، نفس ايه؟ نفس ده. حلو، واحد ممكن يقول لي انا ممكن بدل ما اعمل اف الس اف الس ممكن اعمل هنا اور واحط الكونديشن بتاع ايه؟ بتاع ده. هقول لك عشان الناس ما تتلخبطش خلينا ايه ماشيين اف الس اف الس الس عشان الناس برضو ايه تكون فاهمه. في الاخر هعمل فول لوب، هقول له انت اي ايكوال 0، اي اقل من السايز والاي بلس بلس، واقول له سي اوت. سي اوت ايه بقى؟ سي اوت الريزلت اوف الاي. نرن كده نديله 9 7 او 9 2 7، المفروض تطلع لي ايه؟ التسعة تفضل زي ما هي، الاثنين برضو تفضل زي ما هي، السبعة تبقى كام؟ 9 ناقص 7 2. ايه ده؟ طلع لي حاجة شكل كده مش مفهوم. تعالى بقى نشوف المشكلة هنا هتكون بسبب ايه؟ جميل، احنا عندنا هنا مشكلة تمام مهمة جدا، الا وهي الاسكي كود. عاوزك تركز معايا عشان تفهمها، ولو انت عاوز تفهمها اكتر بشكل افضل في فيديو 5 دقايق هسيبه لك تحت الديسكريبشن، بص عليه وارجع لي مرة تانية. تمام، عاوزك تكون فاهم الاسكي كود، ما تفهموش في الفيديو ده لان انا هقوله سريعا عشان الفيديو وقت الفيديو ما يكونش طويل، ارجع اسمعه وتعالى تاني. حلو، احنا هنا المفروض بنتعامل مع سترينج صح؟ فلما نيجي نقارن يا جماعة، اول حاجة نقول نم اوف الاي اللي هو نم اوف الزيرو اللي هي 9، دي راجعه نم اوف الاي يعني راجعه بالمنظر ده 9، فلازم لما اقارن مع تشار اهو. كذلك هنا برضو بقارن مع ايه؟ مع تشار. حلو خلاص، بالنسبه للاف كونديشن انتهينا.
دي تمام وديت تمام. فاضل عندنا حاجة مهمة جدا اللي هي دي. ركز بقى معايا. أنا دلوقتي أنا عندي حاجة اسمها ASCII code. عندي بي 0 1 أهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهكذا. حلو؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة. لو جينا هنا عندنا ديت أرقام هاخدها هي هياها بس المرة دي كإيه؟ كحروف بالمنظر ده. تمام؟ بالمنظر إيه؟ بالمنظر ده. طبعا ده المنظر اللي انت شايفه قدامك ده فيه اختلاف كبير جدا. اختلاف ازاي يا عم؟ هقول لك دلوقتي. ركز معايا. اللي فوق دول ارقام تمام، لكن اللي تحت مش ارقام. امال اللي تحت ايه يا عم؟ اللي تحت حروف. هل في اختلاف؟ طبعا في اختلاف. الاختلاف ازاي؟ هقول لك دلوقتي. بص خلاص خلاص تمام. بص معايا، دول ارقام لكن دول حروف. ده رقم عادي ممكن تعمل عليه اوبريشن، لكن ده حرف. الحرف ده ليه حاجه اسمها ASCII كود. تسمع انت عن ASCII كود؟ اسمع ASCII كود. ASCII كود كل ديجيت من ده متخزن ليه رقم خاص بيه. يعني 0 48، ال1 49، ال2 كام؟ ال2 كام؟ 50، 51، وهكذا وانت ماشي لغايه الاخر. حلو. دلوقتي انا عاوز لو الرقم رجع لي مثلا الرقم اللي انا بتشك عليه وليكن السبعه. تمام، فانا شكيت لايه؟ ان ايه؟ السبعه اكبر من او تساوي الايه؟ الخمسه. انا دلوقتي بقت ايه؟ بتشك كديجيت. يعني هديت هتبقى ايه كده؟ السبعه تمام؟ اكبر من او تساوي الايه؟ الخمسه. حلو؟ فهو لما يجي يقارن بيجيب الاسكيو بتاع السبعه. الاسكيو بتاع السبعه كام؟ هتلاقيها كام؟ دي 51 52 53 54 55. فبيقول ال 55 اكبر من او تساوي الاسكيو بتاع الخمسه 51 52 53. تمام اهو. حلو. اذا كده ايه؟ كده بيقارن فيلاقي فعلا السبعه اكبر من الخمسه عن طريق الاسكيو كود فبيشتغل. نيجي بقى على الطرح اللي هي الايه؟ اللاين ده اللي هو عامل مشكله. لما انا باجي بقى ايه؟ اطرح ده رقم، على فكره ده رقم مش ايه؟ مش تشار. فالمفروض اول حاجه هحول ده اخليه تشار، لان انا بطرح الشارز من الشارز اللي هي اسكي كود من اسكي كود، فما دخلش الارقام معانا. فاللي تشار في التسعه ده الاسكي كود بتاعها كام؟ ده 51 52 53 54 55 56 57. جميل. ده 57، ده الاسكيو بتاع كام؟ بتاع التسعة. هنقص منه الرقم اللي بتشك عليه اللي هو كام؟ اللي هو السبعة. اللي هو كام؟ اللي هو 55. هيديني كام؟ هيديني 2. الاتنين ده كرقم. اذا ديت رجعت 2 كرقم. لما تيجي تخزن في الريزلت وفي الاي، الريزلت ديت ايه؟ اتشار. فدي لما تيجي ده رقم فتتحول كتشار، يعني ده يعتبر اسكيو كود يتحول لايه؟ لتشار. الاسكيو كود هنا 2 هتلاقيه ورا ال 48 بمراحل، فيديك اوميشن كده غريب، فتلاقي الاوميشن الغريب اللي طلع لك واحنا بنعمل ايه؟ تيستنج. اما رنينا تمام. هنا احنا قلنا ده كام؟ 51 2 3 4 5 6 7، دي 57 ناقص 55 اداك كام؟ اداك 2. تمام، احنا عاوزين الرقم ده اهو. طبعا انت في الحقيقه يعني في الواقع بقى في المساله بتاعتك انت عاوز تطرح التسعه ناقص السبعة هيديك كام؟ هيديك 2. انت عاوز هنا ترجع، عاوز هنا ترجع 2 بس كايه؟ كتشار. لكن الاتنين دي راجعه كايه؟ كرقم. ودي عكس ديت، ودي غير دي قصدي. ديت كتشار غير دي كرقم. طب نعمل ايه بقى؟ بص معايا بكل بساطه، انا عشان اجيب الاتنين ده اهي كايه؟
هجيب الاثنين ديت كتشار وانا معايا الاثنين كرقم، هضيف عليها الاتشار بتاع الزيرو. ليه؟ لان لما اضيف على الاتشار بتاع الزيرو دي كام؟ 48. ف 48 بلس 2 48 49 50، فروح على ال 50 تتحول لي لايه؟ تتحول لي ك 2 كاتشار. اذا انا محتاج هنا ازود ايه؟ ازود زيرو كاتشار عشان اجيب الاسكي كود بتاع الرقم اللي هيطلع لي من هنا. يعني دول هيطلع لي رقم، فعلا هيطلع لي الرقم اللي انا عاوزه اللي هو ايه؟ 2. بس ديت كايه؟ كرقم حقيقي، بس انا عاوزه كايه؟ كاتشار، فزود عليه ده اللي هو الاسكي بتاع الزيرو. لو رنينا اهو بقى، بص هنرن ونقول له 7 او مثلا 9 2 7 اه شايف 9 2 2 زي ما احنا عاوزين بالظبط. كنترول ايه كنترول سي، تعالوا كده نجرب ونشوف هل في مشكله ولا ايه الدنيا. اهو سبميت اكسبتد، مفيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.